ريتكن متوا ولا جيتوا هيك ما عندكن خبر عن مزار؟ يا معلم هذا اللي صار معنا. تضرب منك إله ولا حيوان؟ قولك أنا باعت ولاد صغار ولا حريمات؟ لك الحريمات أحسن منك ومنه ولا كلاب؟ نلو بنوشي نلو. دعاس وابو الرجاء كلاب الفرنساوي وما بيشتغلوا شيء الا من تحت امره. يعني قصدين الي؟ معلوم قصدينا، واخذين اوامر من اسيادهم بقتله. ليش كان بده ياخذوني معهم؟ بدهم يورجوهم لاسيادهم انه نفذوا الامر بقتله راح يقتلوك. بس وين يا حزره؟ عندهم شباك مظهر بيه ما عم تفكر منين. ايوه والفرنساوي ليش يقتلني إلي؟ ما أنا لأنك عم تعمل معه ضد الناس، ولا مفكر حالك ما رح تنكشف لك مظهر؟ زلمتك حامد حكالنا على كل شيء عم تعمله ضد الناس، رح ناخدك لعنده ومن هلأ حضر كفنك أنت وياه. طول بالك أبو الصلاح، طول بالك. لك هذا مظهر لازم يموت. أبو الصلاح هلأ خلينا نصبر لنعرف شو عامل، وإذا عامل شيء قتلناه. يا عقيد أنت الوحيد يلي سمعت وشفت لما اعترف حامد. إيش كان هو؟ معناته راح ينام هو وزلمته بالقبر. يا جماعة طولوا بالكم، مسامح كريم شبنا. لك روح طلب السماح من الأرواح اللي ماتت بسببك، وإذا كان مشاني ومشان جرحي لقتهولي أنا ما بدي منك شيء. عزام ورعقيد خذوا لبعيد، انتو ناس ما بتنقبل توبتكن. شنو صار برقبتكن دم بني ادميين؟ ماتوا ظلم؟ ما عملوا شيء غير انهم كانوا عم بيقاتلوا الغريب يلي فات البلد بالقوه ليسرق ويقتل ويرمي البلا بيناتنا. والله بيستاهل يا عقيد، بيستاهل. توينا قول الشباب ورجعوا على الحاره، لا تقول انك شفت شيء، لا تقول انك كنت معنا. لا ماني راجع، لأنه أبو عامر مع رجال الحارة ورجال أبو صخر جايين بعد المغيب منشان نفوت فوتتنا على أبو الرجع. ونحن معكم للموت يا صياح. أنا ما صدقتهم أنه فاتوا على الحارة، ولا أنا يا بي ولا أنا. بس شلون دعدوش أكل رصاصة بكتفه؟ هي لازم نتأكد منها. وشلون نتأكد منها يا بي؟ بكرة بعت رجالك على الحارة خليهم يسألوا الناس، إذا كان كداس ودعدوش فاتوا على الحارة وكانوا صادقين بتخليهم عندك، وإذا طلعوا كذابين بتقضي عليهم دغري. بس يا يابي الفرنساوي بجوز يجي لعنا ويسألني على اللي صار، شو راح أقول له؟ إذا إجا الفرنساوي وسألك بتقول له قوصت على مظهر بيك، وما بعرف إذا كان مات ولا لساته عايش، لأنه أهل حارته طلعوا عليكم بسلاح كتير. يا عيني عليك يا أبو دعاس، لك الله يخلينا اياك يا ابي. اسمع لك ابني، لا تخلي حدا يلوي دراعك، واذا صار منك البد خلص حالك منه، بعدين اقطع له ايده قطع. ماشي يا ابي ماشي. والله غريبه كيف اختفى ابني، ان شاء الله بس ما يكون صاير له شيء. بس معقول؟ معقول ما حدا من أهل الحارة أجا لعنا ولا فات وسأل عنه؟ كيف بدهم يفوتوا لعنا أمي؟ كيف بدهم يفوتوا نحنا مقاطعينهم من زمان؟ لا هن بيجوا لعنا ولا نحنا نروح لعندهم، ولا هلا لأنه انحبس أخي مظهر لازم يجوا يقلوا لنا وينه؟ لك افهمي يا بنت، أبوكي هن اللي ظلموه، ظلموه وظلمونا معه، فهمتي؟ أنت اللي لازم تفهمي، أبي هو اللي غلطان، حاجة بقى نكذب على بعض، غلط لأنه هو بني آدم ما له ملائكة، بس هالمرة كان غلطه كبير والله حاسبه عليه. Thank you.
أمي. رجعي احكي مع أهل الحارة، خلينا نفتح معهم صفحة جديدة، احنا مالنا غيرهم، ما حدا رح يوقف معنا غيرهم لحتى يرجعوا لنا أخي مظهر سالم.